يونت 3، ركز بقى معايا، ركز معايا. إسراء suggests that ريم try free time activities. Hello ريم، how's your holiday? Hello إسراء. يعني المفروض طبعا كانت ماشي، هتقولي ايه يا لوشي؟ ها it is a boring. It is boring. ها why is it boring? Why is it boring? ماشي مريم، you can do any activities you like. What activities لا ده هو المفروض اصلا what activities can I do. انا عارف وبيقول لها بعد كده ايه I like to go on a trip, how about going with me. تمام، يعني ان انت تيجي ايه معايا، يبقى هو هيعمل نفس الايه الاكتيفيتي ده. خلاص، وان اكتيفيتي طبعا اللي انت قلتيه برضه صح. اه بس هي دي الصح. تمام، وان اكتيفيتيز كان اي دو، واتس يور ادفايس. ممكن اقول له كده وراح دماغي، واتس يور ادفايس، ما نصيحتك. طبعا ادفايس دايما مفرد، ادفايس لا تعد، اللي تعد منها اسمها كلمه ايه tips. I like to go on a trip. A tip. Oh. I like to go on a trip. How about going with me? Huh? Of course, fantastic. Why? مش تنفع why not؟ نحل القطعة على طول. طبعا a family إيه؟ party. The underlined pleased means happy. I think Emily صح؟ لورين سوري. What does the underline pronoun she? Emily Lily. ماشي. Why are they going to have a party? Because اللي هي البت دي ايه؟ finished her studies and is going to ايه؟ be a doctor. How is Emily helping؟ لا مش well، هو قايل لك well؟ يبقى she is a going to go shopping with her mom. بعد كده Nada is going to be a doctor as she studies family. حبيبي بالدور family medicine. My sister always eats a dish washed. I usually help my mom prepare. بعد كده they ate their uncle's farm next Friday. They are visiting. I am a to school team next year. I am joining. The school day starts. ماشي، بعد كده number one فريدة. He نعم is going. لا قال لك I think، لا قال لك I'm sure، ما قال لك كانتش حاجة، هو قال لك going، يبقى هو مرتب بس هي ناقصها is. لا بكرة اروح المكتبة، دي ترتيبات ده مش احتمال. ايه زي ما انت مثلا ايه هتطلعي ورقة من على النت وبتاع، فاتفقتي مع زميلتك هتروحي السايبر تخلصيه، فانت رايحة السايبر، يبقى I am going to the cyber سنتر. ترتيب ماشي. نمبر 2 ذا بانك طبعا از جوينج، نكتبها على بعضها. ما تكتبليش از وتسكت، از جوينج. كملي يا فريد. ذا بانك كلوزز مواعيد ثابته. شي از اي ترافلينج. ثانك يو. بعد كده مروان، قول يا مروان. داي نكست ويك يا مروان، نكست ويك يا مروان.
ار فيزيتنج، ار فيزيتنج ترتيبات، ار كمل. I a new course in September and I prepare for it. I am starting. هو ده محلول؟ طب انت بتقرا لي اجابته؟ ما تبص على البورد. I am starting. كمل يا سي. She is going to be a doctor. Which activities do you like to do؟ فخلاص بعد كده عاصم. My father is moving to Paris next week. ماشي. A paragraph about a family party. طبعا ما كتبتهوش، اكتبوه تاني. نستخدم مراجعة الويب. اكتب يا حبيبي بسرعة يا بيه. طبعا سيب مسافة في الأول. شيء كل ده مش شايف. هو في سطر مش هيبقى باين كده. مستر، ايوه مستر حضرتك كنت قايل ان انا ما يعني مش حضرتك كنت بعت الصورة على جروب ان انا مش بعت التسميع، بس انا على فكرة بعتها. طلعتي بعتها. انا كلمت المس وقالت لي حابة اقول للمستر ان انت بعت التسميعات، ان انا بعتهم بس اللي هو تقريبا بتاع يوم 12، انا بعته بعد الحصة بيوم. خلاص ماشي. خلاص شباب، يلا يا جماعة.
ربنا ما يحرمك من الابتسامة دي. ياسين اطلع لي قدام يا ياسين، اطلع لي قدام، انت عامل لي فيها اسماعيل ياسين. To meet that I will, I'm excited that تقريبا as as. امال انت كتبتيها ازاي؟ شفتيها؟ شفتيها؟ شهرين ايه اعمل ايه يعني؟ بعد كده repeat after me. pen pal مستر ده ممكن تبعت على الجروب؟ pen pal وينتر رايتر سوري رايتر انسترومنت رايتنج University, Community Center, Review, Teenage, Young, Site, Comics, Bowling Alley. He found an interesting book on a mean. قول يا مو يا حبيبي يا عاصم يا عاصم يا عاصم اهدى. انت مش قلت قول سايت the competition is for teenage violin is my favorite musical instrument the A wrote the writer she studies medicine at Cairo University. بص معايا يا شباب، أنا عندي كلمة أونلاين. يعني إيه أونلاين؟ يعني على على حسب يا مستر، على حسب. إيه بقى؟ ثواني يا مستر، لما أجي أقول لك إيه؟ أحمد is slow ماشي؟ وجملة تانية أحمد walks slowly. إيه الفرق بين slow و slowly؟ adjective. أنا بقول الفرق بين slow و slowly. slow adjective اللي هي الأولى استخدمت معاها verb to be مشايات. ياسين قلت لك اطلع قدام وإحنا مش جايين نهرج. يبقى التاني احمد is slow. انا كده describing احمد himself. انما احمد walk slowly. slowly دي adverb اللي هو how does احمد walk. احمد مشيته ازاي؟ he walks slowly. تمام؟ زي كلمة online بقى، لو انا قلت لك كده it is an online book مثلا اللي هي بتساوي e-book. خلاص؟ لا مش اي بوك، لا اونلاين بوك او اتس ان اونلاين مثلا اي انفيتيشن. انفيتيشن هنا اونلاين ايه؟ adjective ولا adverb؟ adjective. adjective لمين يا مؤمن؟ للانفيتيشن. طيب امال لما اقول لك كده اي chat with some friends online يبقى سؤالي ايه؟ How do you chat with your friends? I chat with some friends they online. يبقى online ديت ايه؟ adverb. يبقى انا عندي كلمة online تنفع adjective تنفع ايه؟ adverb. زي كلمة مين كمان؟ late. اقول لك كده he was late. he came late مع فيرب تو بي اهوت. قلت هي واز ليت وصفته انه متاخر. طيب هي كيم ليت اتى في موعد ايه؟ متاخر. يبقى دي ادفيرب. خلاص في حد يعرف كلمات تانية تيجي بنفس الطريقه؟ هارد هارد بمعنى صلب او
بجد. يعني اقول لك كده، he works hard صح؟ او تسا would is hard بس بمعنى ايه؟ صلب. عندك كمان كلمة زي fast، لما اجي اقول لك كده he walks he walks fast تمام، دي adverb. ولما اقول لك he is fast هو ايه؟ سريع برضو مش بتتغير. انما slow slowly، happy happily، strong strongly تمام. لا بصي بقى، غلطت الغلطة، غلطت الغلطة، قالت ايه؟ قالت فريند، قالت فريند فريندلي. لا احمد از فريندلي. طب لو قلت احمد ديلز، احمد ديلز ويز هيز فريندز، فريندلي ولا فريند ليلي؟ عارف اسمها فريند ليلي؟ مش هتبقى فريند ليلي صح؟ امال اقولها ازاي بقى؟ قال لك تقول كده يا عمر، ان ا فريندلي واي. لما تلاقي adjective مش عارف تجيب لها adverb، استخدم الطريقه دي. يعني بدل ما تقول she sings beautifully، لا قول لي she sings in a beautiful way. هي ايه؟ نفس المعنى بطريقه جميله. She walks in a slowly way ولا in a slow way؟ A slow way، إنما she walks إيه؟ slowly. فهمنا الحتة دي؟ She walks slowly أو she walks in a slow way. فهمت؟ ماشي. لما اقول لك ايه؟ درو درو درون، ماشي، ميت مات مات، رايت روت ريتن. ما اقول لك رايت ستوريز، يالف قصص او يكتب يالف، بتساوي ايه؟ ميك اب ستوريز. ميك ايه؟ ميك اب ستوريز. بس في فرق ما بين رايت ستوريز يا عبد الرحمن وميك اب ستوريز. انت جيت عليك تسميه، قلت له اصل ماما معلش ما قالتليش مش عارف ايه، يبقى انت كده يو روت ستوري ولا يو ميد اب ستوري؟ يختلط بس اللي هو يفبرك ايه؟ قصه ما حصلتش. ميك اب ايه؟ ستوري. ايه؟ في كلمات عدت ديت يعني؟ organize، interviewer، agree، online، united kingdom، class trip، interview، movie. طيب agree يعني ايه؟ يوافق. عكسها، عكسها this is disagree. ماشي. طيب اما اقول لك او refuse طبعا. طيب ومقابلها ايه السنة بتاعها؟ accept. طيب يقول لك بقى I passed the exam، ويجي يقول لك استخدم ايه؟ succeed. succeed ده مش ماضي، ده مصدر، هو اخره دبل اي دي، انما هو ده المصدر، عشان اجيب منه الماضي بزود ايه تاني؟ اي دي، فيبقى succeeded. يبقى لازم اقول لك كده he succeeded in the exam. طب فيل، فشل في الامتحان، يبقى he failed in سوري he failed the exam من غير حرف ايه؟ جار. ما ينفعش اقول he failed in، اقول he failed the exam على طول، he failed the test تمام، فشل في شيء. ماشي. برضو نفس اللي قلناه على اوفلاين قلناه على ايه؟ اونلاين. ماشي، نفس الاستخدام. connected ماشي، متصل. طيب استاذ، قلت يا علي ولا عبد الله؟ عبد الرحمن. اتنين بقى ايه؟
عبد الله او عبد الرحمن. يلا فك كده، احنا في رحله. ها ويوز سافكس. سافكس ده اللي هو ايه؟ سافكس اللي هو ايه؟ ها ده السلم الموسيقي. يا مسهل، انت بتدور على عريس ولا على عروسه ولا ايه؟ اكتيفيتي. ما هو قالها لسه جاي النهارده وقالها. اكتيفيتي تتبطل مكتوبة the فوق. synonym of the word famous is well known. synonym of the word pass is succeed in. succeed ولا succeed؟ succeed لما اتنين سي ورا بعض، انت الاولك ايه الثانيه سي، زي accident accelerate succeed accent. كمل. We add the suffix er عشان نجيب writer. طيب لو انت طالع رحله المتحف، تقول I went on a trip ولا on a journey ولا on a picnic؟ تقول لي on a trip، طالما رايح على مكان محدد كده رحله قصيره خفيفه. تمام؟ في رحله القاهره بعد الامتحانات ان شاء الله هنبقى نقول عليها. بعد كده عندي journey. جيرني، جيرني اللي هي ايه؟ رحلة طويلة بقى، احنا مسافرين أسوان. It will be a tiring ايه؟ جيرني. خلاص؟ لو أنت راكب في العربية ومسافر، it is a ايه؟ جيرني. راكب في القطر، it is a ايه؟ جيرني. راكب في الباص، it's a journey. لو راكب في الطيارة، flight. flight يعني رحلة ايه؟ جوية. لو أنت راكب في المركب، voyage. فويج اللي هي رحلة ايه؟ بحرية. لا رحلة مائية، دي بقى انت سمكة. عندي اورجانيز، ينظم، اورجانيزر، منظم، اورجانيزيشن، منظمة او مؤسسة. حاجة اورجانيزد يعني مرتبة او منظمة. ليه عكسها ايه؟ يا ديس اورجانيزد يا ميسي يا فريد. ما تحليش، ركزي فيه. نقرا عن ماتيلدا وماتيلدا. بيقول لك ماتيلدا ديت في انترفيو، فالراجل بيقول لها ايه؟ او بيقول لنا بقى يعني I'm talking to Matilda Hutchins from London in the United Kingdom. Matilda's favorite free time activity is writing. هوايتها المفضلة is writing. هي الإيه؟ الكتاب. What are you waiting? What are you writing at the moment, Matilda? I'm writing a story for an online site for teenage writer. إيه ده؟ teenage writer هي adjective. امال اللون منها ايه؟ تينيجر. يعني انا عايز اقول لك ده ولد مراهق. قدامك طريقتين يا معاذ، يا تقول لي هي از ا تينيجر، يا اما هي از ايه؟ تينيج بوي. تينيج بوي استخدمها صفه. ماشي. هي از ستيل ايه؟ ا تينيجر أو تينيج. آه دي ممكن تلخبطك. لو قال لك he is a يبقى he is a teenager، شخص. تمام؟ لو قال لك he is teenage وصفه إن هو مراهق، وصفه. تمام؟ صفة تينيج. ماشي؟ الصفة ما بيجيش قبلها أو قال. I'm writing a story for an online site for teenage writers.
I started a few weeks ago and I'm really enjoying it. That fin. That sounds interesting. How do you find ideas for your stories? Well, the idea for the story that I'm writing now is from my grandmother. Is from الفكرة من عند is a from ده من عند شخص. طب لو من عند محل أقول from I bought it from يا at. تاني I bought it at يا إما I bought it إيه from. ماشي. لو محل كبير بتدخله سوق كبير يبقى from ماركت. تمام. سوبر ماركت مثلا كبير. سوق ماركت نفسه. خلاص. مول from the mall. إنما لو واقف عند محل واحد بتشتري الحاجة دي at. You can buy إيه؟ يعني لو قال لك we can buy meat at ولا from the butchers. At the butchers. صح؟ ده مكان محدد لبيع الحاجة دي. إنما we can buy shoes جزم يعني from the mall ولا at the mall. From the mall لأن هو جوه محلات فيبقى ديت from. خلاص. Well, the idea for the story that I'm writing now is from my grandmother. She has lots of great stories and I really enjoy listening to her. عندك hear عندك listen. Hear تسمع بالصدفة. ايه ده؟ what have I heard؟ What have I heard؟ ايه اللي سمعته ده؟ ده hear. انما كده بقى listen. ده انت ايه؟ هتركز عشان تسمع. خلاص؟ Are you going to use your writing in the future؟ تستخدمي كتاباتك ديت في المستقبل؟ Yes, I'm going to study writing at university so that I can become a children's writer. هصبح كاتبة طفلة ولا كاتبة أطفال؟ كاتبة أطفال. I want to write lots of children's books in the future. شايف ال children's writer أبوستروف اس الميتية جت مع الاسم الجمع اللي مش آخره اس عادي. إنما لو كان اسم بويز لو كانت للبويز أو الكيدز كنا كتبنا كيدز زي ما هي وحطينا بعدها إيه؟ أبوستروفي بس. يبقى كيدز ستوريز. كيدز ستوريز قصص إيه؟ أطفال. I'm going to study in London. There is a course at university. I want to do. يبقى do إيه؟ A course. يؤدي إيه؟ course. But first, I have to work hard and pass my exams. Sorry, but I have to go now. I'm meeting my friend and we are seeing a movie. The movie starts soon. Well, thank you, Matilda, for talking to us. Maybe people all around the world. Chief, maybe. Maybe يعني ايه؟ ربما. يا بعدها ايه؟ well. لان انت مش ترتيبات، ده احتمالات. فالاحتمالات يا مصطفى يا عبد الرحمن بويل. الاحتمال بايه؟ بويل. معايا يا عبد الرحمن ولا عليا؟ معايا؟ A young artist. فنانة صغننة. صغننة؟ معناها صغننة؟ أمال إيه؟ شابة. A young إيه؟ artist. شابة. إنما لو قلت she is young صغيرة في السن. إنما a young girl شاب. A young man شاب. خد التكاية دي. young man معناها ايه؟ شاب. طب young boy في مسافة. young
بوي في مسافة، يبقى ولد ايه؟ صغير. يونج وبوي دي كلمة ودي كلمة، يبقى دي صفة لاسم، يبقى طفل صغير. انما يونج مان على بعضها شاب، يونج وومن شابة. هنا a young artist هي مش صغيرة في السن، هي شابة، موهبة شابة صغننة يعني. My name is Anna and I live in Brighton in the UK. I'm 13 years old. I'm looking for a new pen pal to write to in English. I enjoy doing lots of different things. I like reading comics. في كوميدي ماجازينز وفي كوميكس. كوميكس قصص مصورة، يعني قصة وفيها الصورة زي ميكي ماوس والكلام ده، خلاص؟ عارفينها انتوا المجلات دي. انما كوميدي ستوري، لا دي قصة ايه؟ كوميدية، ماشي؟ مضحكة. And I love painting pictures of the sea near where we live. However, I like learning to play the violin the most. The ايه؟ The ايه؟ The most. The ايه؟ هو كله سمع؟ انت بس؟ كنت عايز احل الشيت ده عشان التقويم بقى. مستر وانا كمان هسمع بعد الحصة. مش هو كان ده؟ ما انا حاطط 3 نماذج. كان في التشاريتيز تقييم. التسميع اللي معاكي ده بقاله كام فترة كده هو التقييم اللي بيجيلك في المدرسة، حط شوية منه وشوية من بره. ده هو تشاريتي. انفنشن. ايوه ده المرة اللي فاتت، الأسبوع ده بقى هو ده اللي في الورقة. I started having violin lessons 2 years ago. It was difficult at first, but I have a really good teacher. I practice for about 15 minutes every day. It's important to practice often when you are learning a musical instrument. Last week, I played in a concert at school and I won a prize. My parents came and they were really proud of me. Next month, they are taking me to a concert at the Royal Albert Hall in London. A famous musician. يعني ايه musician؟ شخص يعني. أمال حاجة ليها علاقة بالموسيقى؟ musical. يبقى musician noun، musical adjective. A famous musician is playing there. He plays the piano and he sings too. I can't wait. دور ياسين، جاوبت. Our teacher asks us to write a review. Everyone in the music class plays an instrument. We can buy clothes, shoes, and jewelry from the super jewelry supermarket. قلت يا معاذ. طب قول. A biography، دي السيرة الذاتية. Describes the A of someone life. She studies arts at حلوان. يا حبيبي هو. قول يا ابني. University. كمل. I'm writing a story for an online. الله. أمي بقى. ولا أنت ولا أنت ولا أنت. فكل واحد في دوره. وأنت تصحي. إيه. To A my exams. باص. مين يا ابني؟ أمال مين بس؟ يمكن أنا.
There is a course at university and I want to ايه؟ ايوه انت قلت حاجه يا ابني. Do do يا بابا I want to do. يوسف باشا ولا باشا حتة بغاشة. Snow White is a popular children's story. We went on a school trip. Do you agree with me? Yes, I have the same opinion. Agree. اللي بعده مستر هشام. انت بتسمي هشام على اسم مين؟ A or M person is aged between 13 and 19 years old. يا موسى تي ايه؟ تينيج. يعني ايه بقى تينيج؟ مراهق. اللي كان في الصفحة اللي قبل مراهق. My cousin studied medicine. On university. On على الجامعة فوق على السطح. آت يا أخويا. Clever students always work hard. اللي بعده ايه يا سين؟ يوسف. ايه يا يوسف؟ To do your work well be C be careless. حاضر. لم دعنينا دعنينا. Organized. My dress is made of very good material. رحمكم الله جماعة. ما حدش يخفف في الفترة الجاية خلاص، احنا كده الشتاء تمام، الجو حر بكرة نار تمام. ما تقولش بقى اقلع اللي عليا ده والبس نص كم بكرة خلاص، زي ما انت بقى كده خلاص تقلت تفضل متقل لغاية ما الشتاء يخلص بقى، عشان ما يجيلكش دور ايه يقعدك في البيت. طبعا احنا خدنا اساليب الاقتراح قبل كده، قلنا هاوي about ماشي. هو about يجي بعدها فيرب ايه؟ اي ان ماشي يا عاصم، ماشي يا عاصم. دي هاو about او وات هي برضو about، او ممكن اقول لك would you like او love to، بس دي بيجي بعدها يا حبيبي infinitive. ممكن اقول لك ايه كمان؟ Why don't we بيجي بعدها ايه يا حبيبي؟ infinitive برضو. Why don't we go. طبعا عندك كمان let's بيجي بعدها فعل ايه؟ طبعا بقى لو انت عاجبك الرحلة let's go. Why not. That's a good idea. I'm interested. I am in I agree. خلاص. طب لو رافض رخامة بقى. I'd love to but I can't. كان نفسي بس مش رايح. I'd love to. I'd ايه؟ I'd love to. حبيبتي اللي بتحل دي بتحل ليه؟ I'd love to but I can't. I am busy مثلا. مشغول. تمام؟ Sorry I can't. وش كده. I am not interested. لست مهتم. I am not keen on that idea. يعني ايه keen؟ متحمس. keen. keen on. يعني ايه keen on يا يوسف؟ keen on يعني ايه؟ متحمس. يجي بعدها ايه؟ verb ing او noun.
يعني اقول لك I am keen on traveling. انا متحمس للايه؟ للسفر. I am keen on the film. متحمس للفيلم. ادي النون وادي الاي ان جي. لسه يا بابا، لسه يا بابا. بيلا is my best friend. Her favorite free time activity is writing. لا مش دور. قول يا اياد. قلت يا يوسف. قول يا اياد. She is good at writing short. شورت ايه يا ابني؟ شورت لو كاب يعني. ها شورت ستوري and playing musical an instrument. She often finds her ideas from nature and her family. بتجيب افكارها من الطبيعة، معرفش ازاي يعني. استاذ؟ نعم. طب ما مهند. ها visiting. يا سلام visiting يا رب. يا ابني اسكت يا ابني، ما انا عارف ان هي صح، انا بوقعه بس كده بصحصحه. How about visiting? Would you like to watch? I'm meeting my friend and we ايه؟ seeing على طول؟ لا هو طالما بقى ايه؟ we are seeing and we are seeing. عارف لو ما كانش في we كنا كتبنا seeing. we are meeting and seeing. هنتقابل ونرى. we are meeting and seeing على طول. بس هي ايه؟ لازم هنا نكتب are seeing. ما قلناش ويل، ده ترتيبات مع صح. مين عمر؟ we are going let's play. ماشي. ولا عندي how do you find your ideas for stories. لا مش your ideas، ideas بس for your ايه؟ for your stories. مش كيف تجد افكارك، ما هي مش افكارك، انت بتجد افكار من حد. ايه لو جاي مستر هي ليتس دي الابوستروفيز دي اختصار ايه؟ اختصار ايه؟ اه ده مش اختصار، هي بس عشان يعني هي تفرق دلوقتي ما بين let us. هي مشتقة من let us، من دعنا، فعملوها اسلوب لوحدها اسمه ايه؟ let's. تمام؟ ده اسلوب للاقتراح فقط، انما let us ممكن لطلب الاذن. let us go please، يبقى ده اذن. ماشي؟ تمام يا مس. بعد كده my، قلت هنجي لوحدها، قول التانية. My grandpa. Oh. Always ها tells me stories. Where ها where are you going to study writing? شاتور. A review about a class A trip. ثواني يا حب. نعم. لا هتشفوا حبيبي. اكتب يا سكر. اكتب يا سوق، متنساش تسيب مسافة. لا تسيب مسافة وانت ساكت.
ايوه اتكلمت. الاي كابيتال طبعا، انا بكتب على الكمبيوتر يا جماعه، دي ساعات بتفلت يعني، لازم شيفت ومش عارفه ايه. يلا شباب، ايوه والله يلا يا جماعة، دقيقتين. آية لو جاي، ما ليه مستر مش حاجة؟ فيش حاجة، لو جايني بتزودني. ماشي، مين فرق؟ مين؟ كله صف، صفين يا جماعة، اضربوا على قفاه. ترد؟ هات انا ارد. تعبيط يا ابني. خلاص؟ خلاويص؟ ماشي. اجيب الليسون الجديد؟ يلا بينا. حفظ. ده كلمات سهلة جدا. كلمات سهلة جدا بجد بأمانة يعني. sculpture، painting، pyramid، painting، photography، special clothes، description، imagination، camping، trap، art، artist، music. في كلام صح؟ they use different kinds of colors. يلا قول يا محواليت. ها the artist، كمل كمل يا سيف. فوتوغرافي طبعا، الهوايات ما يجيش معاها ايه؟ ايه و... او ان ها كمل. We sleep in a tent when we go camping. Mexican Tamales advertisements and addition Australian culture. ذا سابورو سنو فيستيفال، وورم نيتشر ستايلز، ريسايكل ماتيريالز، وايت، هوكايدو ايلاند. كلها كلمات في اللذيذ يعني. وي اد ذا سافكس اي تو فورم فروم ايماجين، ايماجينيشن. ذا سينما اوف ذا وورد بريليانت. لا اللي بعدك بقى عبد الرحمن بقى. يلا عبد الرحمن. بريليانت معناها ايه؟ وونderful.
opposite of the word is normal. Special. طبعا دريس وادريس، خلي بالك بقى، هو في معنى كمان جر شرطة كده جنب العربي، فستان دريس، صح؟ ومعناه كمان يلبس، ماشي؟ مش يرتدي، لا ألبسك، أنا اللي ألبسك، خلاص؟ يعني أقول لك كده she dressed her إيه؟ بيبي مثلا، خلاص to go out، يبقى هي لبست إيه؟ طفلها عشان يخرج. I address you all، يعني إيه I address you all؟ أخاطبكم جميعا، اللي هو I address دي، I address you all، أخاطبكم جميعا، يعني لما الشاعر يقول يا أيها القوم يبقى he addresses all the people، تمام، يخاطب، خلاص؟ طبعا لما أقول لك culture ثقافة، culture ثقف بلاي مع الآلات، خدوا بقى بص حفظ ده 100، لا 142 و43 و40 و46 و47 و48 و49، يبقى لغاية 149 انت بتحل، ماشي؟ ومش هكتر عليك طبعا. but و but و because وان، ركز بس هقول لك المعلومة دي، I saw أحمد عند علي، الجملة فيها كومة؟ طيب I went to the pyramids and so many tourists، فيها كومة؟ لا فيها كومة قبل and، لما يبقى and بتربط بين جملتين، بين جملتين أنا عملت كذا وكذا، بجيب and قبلها إيه؟ كومة، but يجي قبلها إيه؟ كومة، because ما يجيش معاها كومة، خلاص؟ اتفضلوا يا شباب.